نعم لكن الذين ظلموا أنفسهم فتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يعني قل خلص الدنيا في الآخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وضرب لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرات وتخشى قلوبهم النار. قطران جزير الله نفسه بنعمك أوطنا ربنا نورها سرابيلهم من قطران وتخشى قلوبهم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكروا أولو الألباب. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تلو قراءة كلام الدكتور جاسم من سورة إبراهيم. تلو قراءة كلام الدكتور عبد الناصر سيد أحمد عطا واحد سورة إبراهيم. ربنا يعينك أويت الذين كفروا لو كانوا مسلمين.